المستهدف هو شقة سكنية في داخل منزل كامل يعود لعائلة أبو غالي. هذه الشقة السكنية نزل فيها هذا الصاروخ، لم ينفجر لكن أوقع عدد كبير من الإصابات في صفوف من بداخله. قبل قليل تحدثنا مع بعض الأشخاص، قال بأن من يتواجد في داخل هذا المنزل هم أصحاب المنزل، إلى جانب أنهم يأوي عدد كبير من النازحين. هذه البناية السكنية فيها نحو 38 شخصا تقريبا، بعضهم أصيب وتم نقلهم إلى المستشفى، وهناك طفل شهيد، وربما العدد مرشح للزيادة. كما قلت لك، أنا نتحدث عن أن هذا المنزل هو مأهول وبشكل كبير بالسكان والعائلات التي نزحت. طيب إليه. تسألت معك عن حالات الإصابة طفيفة أو غائرة الحمد، إن كانت المعلومة موجودة يعني. نعم بالفعل، الإصابات يعني ما بين طفيفة ومتوسطة وخطيرة، لكن كل الإصابات التي تصل إلى مستشفى الكويت التخصصي هنا هي العاجلة لها، ومن ثم نقلها بسيارات إسعاف أخرى إلى مستشفى أبو يوسف النجار الذي هو مهيأ لإجراء العمليات الجراحية ولوجود يعني قدرة سريرية لديه، لكنها تنفذ بشكل كبير جدا، فلذلك يتم نقل الإصابات لإجراء عمليات جراحية عاجلة بأنها خطيرة. نحن نتحدث أن هذه الصواريخ هي محرمة دوليا، ما أن تسقط في المنزل تقوم بتدمير المنزل بشكل كامل أو تقطيع أجساد من بداخل هذا المنزل، كما جرى مع الطفل الذي قبل قليل وثقناه بالصورة، رأسه مفصول عن جسده، يبلغ من العمر 15 عام ووصل إلى مستشفى الكويت التخصصي.